وإلا حاسد أو ناكر للجميل بالرغم من كل الظروف والتحديات الداخلية والخارجية، فقد جعلت هذه الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية الجزائر في عهدها الجديد قوة مهابة الجانب بين الأمم، ينعم فيها بنات وأبناء الشعب الجزائري بالعيش الكريم. وقد تمكنت بالفعل خلال مدة 4 سنوات ونصف بتقويم اقتصادها وفاء سي عبد المجيد تبون بالتزاماته والنتائج المحققة في الميدان، جعل من مختلف الفعاليات السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية وعلى رأسها منظمتنا الوطنية لأبناء الشهداء السباقة إلى المطالبة بالاستمرارية في استكمال برنامجه الرائد الذي سطره من أجل الجزائر المنتصرة، وبذل الجهود وتجنيد كل الطاقات خلف سي عبد المجيد تبون من أجل جزائر منتصرة. ونحن متأكدون ومتيقنون جميعا بأنه سيواصل بالجزائر إلى بر الأمان ويحقق المعاني الصحيحة للاستقلال والسيادة الوطنية ويحميها من كل الهزات التي سبق وأن تعرضت لها، ويضمن لها الاستقرار والأمن والرخاء في ظل المحيط الإقليمي ودولي. وإنني اليوم من هذا المنبر التاريخي الأصيل أدعوكم إخواني أخواتي تتبعون التحدي وتكونون خير سند وعضد للسيد عبد المجيد تبون، رافعين الوطن شامخا ماجدا على درب قيم الشهداء. تحيا الجزائر والمجد والخلود للشهداء. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.